صباح الخير. شوفوا انا زلمه بصحى الصبح مش عبال احكي ولا اشي، بس اليوم مع انه طريقي طويل، مشواري طويل، وعندي ميتنج اخر الكوكب، وراح افشل اني انا اوصل هذا الميتنج اون تايم، فانا قررت ان اعمل فيديو خلال هاي الطريق، وهذا الفيديو عن اشياء انا فشلت فيها في حياتي. جاسر مصطفى وجي توكس ونو مور، وخلينا نبلش. شوف معلم، انا قررت ان انا اعدل ظهر الكرسي، ايوه هيك ارتب واوجح وكذا. شوف معلم، كل فيديوهات اللي مرت ايديال وورد، عالم زهري والحياه لطيفه، وكيف تكون انسان ناجح، وكيف مش عارف شو تسوي في المصاري، وكيف ابصر شو تجيب والى اخره. لكن اليوم انا قررت ان لا، خلينا ننكد عليك شوي كمتابع هيك لطيف، واحكي لك اشياء او مراحل انا فشلت فيها عادي جدا، لانه مش كل مره انت راح تنجح وتسوي اللي في بالك، كثير مرات راح تتعثر، على قولة العرب الله يخرب بيتهم على هالكلمه، راح تتعرقل بكثير مراحل، انت راح تفشل انك انت تحقق فيها الهدف اللي انت حاطه لحالك، شو ما كان الهدف بسيط. يعني اليوم انا عندي ميتنج، حاط الهدف تبعي ان انا اوصل لها قبل الساعه 9:30، اكيد راح افشل، لانه الساعه 9 والطريق قديش بدها 27 دقيقه، وراح اتوه في المنطقه هناك شوي بعدين راح اوصل، فانا راح افشل ان انا اوصل على الساعه 9:30. اوكي، مثال تافه، نرجع لموضوعنا. فبحكي لك انه انت راح تفشل كثير، بس الحلو في الموضوع انه انت مش تفشل وتكوع، لا، الحلو في الموضوع انك انت انتلد من رحم كل عمليه فشل عمليه نجاح جديده. خش علي في الميوزك. المهم، اول مره انا فشلت فيها في حياتي هي كانت في الثانويه العامه، كان هدف تبعي ان انا اطلع من العشر الاوائل على المملكه، والحمد لله ما طلعت من العشر الاوائل على المملكه وما زبط معي الفيلم. الفشل الثاني اللي انا فشلته في حياتي اني انا ما قدرت ادخل كليه الطب. كان هدفي في الحياه، او مش في الحياه كلها، يعني في مرحله المراحل ما كان هدفي ان انا ادخل كليه الطب، صير دكتور وادخل واعمل اختصاص واصير اختصاص جراحه، بعدين بعد اختصاص الجراحه شو اصير؟ اختصاص جراحه قلب واوعيه دمويه. طبعا ما بعرف التخصصات موجوده، بس هو كان هدفي بالحياه. المهم، ادخل تشقلب بالتوجيهي، اضرب اطرح، قيم الليف، حط الليف، تقدم على اربع تخصصات ايامها كانت تدرس في الجامعات في الاردن في الطب، كانت الجامعه الاردنيه وجامعه التكنو والجامعه الهاشميه اتوقع وجامعه مؤتة، هذول اربع جامعات بتدرس الطب. هذول اربع جامعات انا مسكت طلب قبول موحد ايامها، كان كنا بنقدم نكتب هيك بالايد 30 تخصص، اللي بيطلع لك منهم هيك درسته، اللي ما بيطلع لك منهم سوء اختيار ومش عارف ايش، يدخل دوامه طويله. هلا انا كان معدلي في التوجيهي 96.6، كنت متاكد انه ما راح يطلع لي، بس انا خلص يعني بدي طب، انا والمجتمع وابوي وامي وكلنا بدنا طب، يعني مش معقول اكون جاي 96.6 واروح ادرس ادب انجليزي، لانه انت في الاردن ما بزبط معك هذا. المهم، حطينا الاردنيه طب، حطينا التكنو طب، حطينا الهاشميه طب، حطينا مؤتة طب. اعطيت الطلب لابوي، قلت له اسمع معلم، انا هذول الاربعه ما طلع لي اكيد راح يطلع التخصص الخامس، فدير بالك حط لنفسك، لانه اذا ما درست اللي بدي اياه اتليست بدرس اللي بدك اياه. قوي قاعد مع حاله، قال لك اخوه بدرس ايش؟ بدرس هندسه مدنيه، شو ندرسوا اشي يكملوا بعض ويزبطوا اذا بدهم يشتغلوا، بدرس هندسه عماره. يعني طقع التخصصات اللي بعده كلها هندسه عماره، الاول في الجامعه الاردنيه، ما كنت بدي لا طب اسنان ولا صيدله ولا كل شيء، كلهم كانوا يطلعوا لي. بمسك طلب القبول الموحد بعد ما يتقدم، شو بيطلع يا معلم؟ بيطلع بحكي لك انه الطب 96.7، وقعت معي على 0.1%، يعني 1 بالألف، ما زبط الفيلم، طلع لي هندسه عماره، دخلنا هندسه عماره، وهيني الان في قطر مهندس معماري، والحمد لله انه ما زبط وما طلع لي طب. يمكن لو طلع لي طب بكون احسن دكتور في العالم، بس الحمد لله وضع كثير ظابط في الهندسه، وهيني شغال واموري تمام 100% الوضع. وثالث مره فشلت فيها، طبعا بحكي لك على الاشياء اللي انا متذكرها، يعني اكيد انا فشلت اكثر من المواقف يعني اللي شوي عالقه في بالي. ثالث مره فشلت فيها كان في مسابقه في الجامعه الاردنيه ايام ما كنت طالب، ما بتذكر، يمكن سنه ثانيه سنه ثالثه، يمكن سنه ثانيه، كانت عملتها مكتبه من المكتبات، وترشحنا مجموعه لانه احنا تتعلق مشاريعنا، ونكون من الدفعه كلها المشاريع التي تم تاهيلها الى هذه المسابقه. انا بتذكر كنت من اول 6 ولا من اول 3، بس بتخيل من اول 3 حسب ذاكرتي،
وما فزت في هاي المسابقة، لكن فازت صراحة زميلي إلنا to be honest، مشروعها كان بيستاهل إنها تفوز، ما شاء الله عليها ومبروك لك إذا بتحضري هذا الفيديو. وأنا ما قدرت أفوز فيها، فهذا كان يعتبر فشل من أحد الفشلات إذا هيك جمال. طبعا أكيد مش هيك جمال، بس بعرف شو جمال المرات التي فشلت بها بعد ما كنت حاطط هدف إني أكيد كنت بدي أفوز في هاي المسابقة، بس كانت تجربة جدا لطيفة. والفشل الرابع I think وصلنا، هذا صراحة فشل دمه خفيف، فشل أنا بحبه كثير، يعني فشل قد ما أنا بحب هذا المكان اللي أنا حكي عنه لليوم هو في بالي. أنا في سنة ثانية في آخرها يمكن، أو في سنة ثالثة في أولها ناسي، المهم ب 2012 قررت أنا وزميل لإلي الله يسهل عليه والله إذا كنت تحضر هذا الفيديو، إنه نفتح مركز لتدريب الدورات على البرامج اللي بيستخدموها طلاب الهندسة المعمارية والمهندسين المعماريين والمهندسين in general والديزاينرز وإلى آخره، من أدوبي من أوتوديسك من يعني هاي البرامج، ومركز إنه نشتغل في interior design. interior design ما يتطلب رخصة هندسية حسب ذاكرتي أيامها، ما بعرف لك كيف الوضع. المهم مشى كتير منيح، وكان من يمكن من أحسن الأماكن يمكن أتلست بنظري اللي ممكن ندرب هاي الدورات، وكان يعني الحمد لله عندنا يعني اودينس كانوا كثير دي ار تارجتنج انهم يجوا عندنا، وكان الوضع 100%، وطلع منه معي شركة ودخل فيه معي شركة وانا قاعد في المكان لغاية ما سافرت على قطر باخر 2015. قررت ان اسلم المكتب لمجموعة من اصدقائي انهم يعني يكملوا المسيرة، ويعني كانوا يمكن 3-4 مش متذكر، لكن خلاص هيك ربك قدر وما زبط الفيلم، فاضطريت اني انا ابيع المركز برضو مجموعة من اصدقائي يشتغلوا بنفس الاندستري وما شاء الله عليهم دي ار رننج المكان بطريقة مرتبة. فهذا كان من احد الاشياء او الاماكن او التجارب اللي فشلت اني انا اكملها، لكن بالوقت اللي انا كنت عم بعمل فيه هذه التجربة كانت جدا لطيفة، كانت جدا ناجحة بالنسبة لي، هي اللي خلتني يمكن اليوم اكون بهذا المكان. ف مش كل مرة بتفشل فيها هي مرة مش منيحة، أو مرة تتضايق عليها، أو مرة تبكي عليها، أو أتبر، لا، أنا بالنسبة لي لغاية اليوم، أو لغاية اليوم عفواً، بفتخر في يوم إن أنا فتحت هذا المركز، ووجه جد ألف تحية لكل حدا دخل فيه شريك، ولكل حدا أخذ فيه كورس، ولكل حدا زار هذا المكان. وهلأ عم بمر من جنب مشروع، هذا المشروع عم نشتغل فيه حقيقة. أنيهو نرجع للفشل، مش عارف الخامس او السادس، هذا الفشل صراحة برضو من الفشلات او المرات التي فشلت بها واللي دمهم صراحة خفيف. انتوا بتعرفوا انه هاي السنة عم بدرس ماستر بجامعة قطر، عم بعمل انجينيرينج مانجمنت، وفي الفصل الاول من هذه السنة اللي انا بلشت فيها قرر احد البنوك مع الجامعة قطر للبنك التجاري انهم يعملوا مسابقة لمكان بده ياخذ البنك التجاري ويكون مصمم للطلاب، فقررت أن أشارك فيها لأنهم بدهم الطلاب يشاركوا فيها المسابقة وهم اللي صمموا هذا المكان، وفشلت فشلا ذريعا، يعني ما نجحت أو ما فزت بهذه المسابقة، وما طلعت من أول 3 مشاريع ممكن يفوزوا بهذه المسابقة. طبعا ما بعرف مين المشاريع اللي فازت، وما بعرف إيش هي المشاريع اللي فازت، وما بعرف أصلا إذا شافوا مشروعي أساسا، بس كانت تجربة لطيفة يعني، وفشل لطيف جدا جدا. لو انعادت التجربة او لو انعادت المسابقة او لو اجت مسابقة غيرها اكيد راح اشارك مرة تانية. يعني لهون بتخيل انه هدول يمكن اكتر مواقف بتذكرها يمكن تخلي الواحد يحكي انه يس فشلنا في مرحلة معينة لكن نجحنا في مرحلة بعدها او في مرحلة ثانية. فاللي بدي احكي انه مش كل مرة هي راح تكون عبارة عن نجاحات وكل شيء بدك اياه راح يتحقق والعالم وردي والاخره، كثير مرات راح تمر بأماكن أو بأهداف أنت ما راح تقدر تحققها، يمكن تزعل في وقتها. أنا أيام ما كنت في التوجيه وما طلع لي طب زعلت، ذاقت يا زلمة 96 وهلكت وما طلع لي طب، عادي أنا كثير مبسوط بالهندسة اللي ما كنت أساساً متخيل إني أدرس هندسة، يعني ما كانت ضمن حساباتي أنا لما دخلت هندسة كنت فاهم شو يعني هندسة، ما كنت بعرف شو الفرق بين هندسة العمارة ومثلاً هندسة المدنية، بس الحمد لله أموري 100%. فتأكد دائما انه ربنا بيختار لك الافضل، وتأكد دائما انه اي اشي بصير هو لخير، وان شاء الله انك بتحقق اهدافك كلها وبتكون مبسوط فيها كلها وبتكون كل تحقيق اهدافك كلها لخير. بس اذا في اشياء انت حطيتها قدامك وما حققتها فعادي جدا 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 جدا، من هون لا تحط اهداف وتفشل فيها
وتنجح بأهداف ثانية. أشوفكم على خير وسلامة. سلام.